شو بيميز هيدي الدورة عن بقية الدورات لحد اليوم؟ هالسنة اللي بيميز عن كل الدورات قبل إنه مواضيع الأفلام شيء بيشيبوا الشعر مثل ما بيقولوا، عم بيحكوا عن مشاكل الكون وعن مشاكل المنطقة، والكون كله مثلين مشاكل، خربين الدنيا بهالعالم، بقى هيدا اللي بيميز. بس الحلو فيهم غير إنه هالمواضيع الصعبة، إنه مع الأفلام اللي أخذناهم نحن كلهم من مستوى فني عالي كتير. هو مساحة التقاء لكل المهتمين بالفن السينمائي، وكمان مساحة للحوار بين هالناس المهتمة، ومساحة لتثقيف الناس أكثر وأكثر على الأفلام الغير تجارية إذا بدنا نقول. C'est la troisième fois que j'assiste ce genre d'activité depuis la 14e édition du Festival international de film à Beyrouth. I think it's a great thing for Beirut to have a film festival. Lebanon is known for its film industry, and this is a great way to showcase what is happening here in Lebanon. بعتقد الشغلة المميزة السنة إنه كوليت نوفل نقت أكثر للأفلام وثائقية وشورت فيلمز مشان نعطيهم جوائز. الأفلام الروائية ما لها جوائز، دونك حاطة الفوكس السنة على كل الأفلام اللي بتحكي عن الواقع. سمعنا وللأسف قبل بساعات من بدء المهرجان أنه في بعض الأفلام انمنعت من العرض، من بينها أعمال لمخرجة فلسطينية ويمكن للمخرج الإيراني مخمل باف. رح أقول لك لا، المخمل باف بعد ما أجينا جواب عليه ما انمنع بعد. في عنا في فيلم الفلسطيني لمها الحج، هي فلسطينية بس جنسية إسرائيلية، مكتب مقاطعة إسرائيل دخل هون. نحن بس نشوف الأفلام، نحن بنشوف شو جنسية المخرج وما بنطلع على الباقي. هي فلسطينية، ما فكرنا رح يصير في إشكال عليه. طلع إنه ما بينقبل لأنه هو إنتاج إسرائيلي مثل ما بيقولوا. والثاني هو فيلم سوري لمحمد وأحمد ملس اسمه World Cup، كأس العالم. هيدا ما انمنع بس طلبوا منا نقص منه مشاهد، نحن ما فينا ندقل فلومي من عرضهم ولا المخرجين بيقبلوا، بقى انجبرنا نسحبه. نحن كل شيء بدنا نقوله بنطلب إنه يتركوا الفن والثقافة للفنانين والثقافيين، ويتركوا السياسة للسياسيين وما يخلطون مع بعضهم. لبنان عم بينتعش وعم بيزدهر من وراء الثقافة والفن وعم بيتجهر فيها، يتركونا نكمل بمهنتنا وما يجربوا يرجعونا على العصر الخشبي. كونه حضرتك بعضو بلجنة التحكيم، قديش عنا في أفلام هلأ هيدي السنة معروضة على التحكيم؟ هلا في افلام وثائقيه عدد لا باس به، وفي 20 فيلم قصير تقريبا، 20 فيلم قصير. يمكن بيميزها كلها انها بتحاكي الواقع، هذا اللي مثل ما ذكر كارلوس انه كلها تحاكي الواقع الحالي. الافلام عربيه، وفي بعض الافلام التركيه وافلام ايرانيه ايضا. Je trouve que ce festival a une grande influence dans la région. Alors, il donne aux spectateurs non seulement le film de Libanais, aussi, il donne aussi une vision internationale. Je souhaite un bon succès pour le festival. It's very important to see such an ambassador attending this festival. But here I have a question. How could Britain, as an ambassador for this country, could contribute in such festivals? Well, so we try to have a strong cultural interchange between Lebanon and the United Kingdom. As I say, this evening the opening film is a British film based on a British book that takes place in London, very close to my house in London. So I feel the cultural connections are very much alive and well. And this year has been the year of Shakespeare, 400 years since Shakespeare's death. So we've had a number of events around the theme of Shakespeare, so I feel we're very active. سمعنا انه في بعض الافلام انمنعت من العرض، فينا نعرف شو هي الاسباب؟
أنا الموضوع الرقابة المسبقة واللاحقة مش بوزارة الثقافة، هو بالمديرية العامة للأمن العام. في أوقات نحن بالمطلق مع حرية التعبير، في أوقات المصلحة العامة بتفترض ضمن القوانين الموجودة اليوم على السلطة المولجة بالرقابة تأخذ تدابير معينة. بالحقيقة ما اطلع، بعرف في فيلم واحد له علاقة إشكالية بإسرائيل، ونحن بتعرف بحالة حرب مع إسرائيل، وبالتالي كل ما له علاقة من قريب أو بعيد بالترويج أو بالتطبيع أو إلى ما هنالك مع الكيان الإسرائيلي، في له وضع قانوني خاص، وبالتالي نحن عندنا موقف منه. علي منذر، مخرج فيلم أورغانو من العراق، مشارك في مهرجان بيروت السينمائي الدولي. هذه أول مشاركة لي عربيا. طبعا الفيلم يتحدث عن التجارة بالأعضاء البشرية، هذا موضوع خطر ومهم جدا، ومن الصعب أن نتناوله بطريقة غير عادية. علينا معالجة هذه القضية، هذه قضية مهمة جدا وليست متوفرة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم أجمع. علينا إيصال الرسائل إلى الجهات الرسمية المختصة في معالجة هذه مثل هكذا أحداث تحدث مع الأطفال. وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها. اسمي محمد ملا، أنا مخرج فيلم حياة بيروت. فيلم بيحكي عن بيروت القديمة، عن رجال واقف عنده الزمن بيقرر يظهر ويشوف بيروت فبينصدم وبيرجع على بيروت. هلا انا مضمون يعني لا طلعت بالكونسبت تبعيت الفيلم، طلعت بكونسبت الفيلم لانه انا اول شيء بيروتي وحبيت اخبر عن ضيعتي مثل ما يعني اهل الجبال بخبروا عن ضياعهم، فانا من وجهه نظري هيدي هي بيروت. أنا بعتقد إنه كتير مهم بهالوقت بالذات بالمنطقة العربية خاصة إنه نركز على موضوع السينما، إنه السينما جزء أساسي من الثقافة، وفي بالفعل حاليا في موجة مثل ما بتعرفوها، موجة ضد الثقافة، وأعتقد الطريقة الأفضل هي مكافحة هذه الموجة بقيام فعاليات ثقافية. خليني أسأل أنا سؤال آخر يتعلق بصناعة السينما بلبنان، كيف بتشوفيها خاصة مع تنظيمك لأكثر من مهرجان ومشاهدتك لكل هيدي الأعمال اللي اجت وشاركت بهيدي المهرجانات، كيف تقارنيها بالصناعة اللبنانية من ناحية صناعة الدراما أو صناعة السينما؟ هلا الصناعة بلبنان عم بيتحسن وضعها، يعني عم بيصير في أفلام أكثر وأكثر، بس إنه لنقول في صناعة السينما بعد ما بينحكى فيها كثير، هيدي الحقيقة، بس عم بيتحسن. يعني أنا بشوف من الشباب إنه عم بيجينا أفلام أكتر وأكتر من الشباب الصغار، وعم بيتحسن المستوى وكل شيء.